لا تسأل غراض وصيتك عليهم. ماشي. ابن عمي حاول يعني حاول المسا ما تتأخر. شو قلتي وليه؟ عم قول يعني المسا إنه إذا بدك ها لا تتأخر علينا، يعني مشان نقعد مع بعض نتساير نتضب كلياتنا على بعض بيتنا بس هيك. ايوه. ابن عمي شو نطبخ لك اليوم؟ فتت روس. شو؟ فتت روس. ايه فتت روس ذكرت عرفت عليك عن فتت روس وشو سهلة. يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني. الله معك الله معك. يلا حبيبتي حركي لي حالك. يلا انت شهله وحركي وما في منك. قلتي لي سهله روحي انت فرجيني شطارتك حبيبتي. انا مو خرج مو خرج. انت ساعتك صغيره وصبيه وبتاخذي العقل. يلا يلا انا امبارح طبخت ولا لا اليوم دورت مدخل المطبخ. اول واحد ضربته كفين صار يولول ويصرخ، الثاني خلعت له نيعه ومصعت له رقبته وما عاد يعرف حاله باي دنيا. في اثنين تانيين مسكتن من روسن اثنين وخبطن بعضها او دخوا ما عادوا يعرفوا وين طريق البيت. لك يا هيك الزلم يا بلا. ايه والله يا هيك الرجال يا بلا. لك الله محيي البطن اللي حملك. طول بالك سعيد طول بالك، خلي القبضاء يكفي السيره يكفي قبضاء يكفي. شو صار بالباقي؟ الباقي ايه بقيت الرجال هربوا لما شافوا غيرهم تورم اختفوا ما عاد شفتو. بسيطة يا بضاي، المهم علمت عليهم مشان يبطلونا هالزارنة. حاجة صار حاجة كلامك ما بينكال لا بميزان ولا ببان. هدي على الناس شوي شباك. وطي صوتك وخراس ولا ما بيكفي عم باخدك معي على طول وعم تاكل على كل درس لون. ايه بس مو على حسابك، على حساب الناس المساكين اللي عم تضحك عليهم. مرة يا جماعة كنت في البرية شوي كنت راح صدق الحكي اللي عم تحكيه بشرفي. يا سيدي هلا عصير خناقه بالحاره وشوف شو راح اعمل. شو راح تعمل يعني؟ ومن خليتي ولا؟ قوم؟ ايه رايح رايح. عجي بقى انتوا عم تحكوا عن هيثم. لك مين هيثم؟ نسي هذا الاسم نسي لك، هذا ابو رعد. ابو رعد على سنه رمح ما حدا بيعرفه بالحارات غير ابو رعد. شو عم تحكي؟ ابو رعد؟ ايه انا اللي بعرفه، ما له بالخنايا ولا له بالمشاكل. لك الله وكيلك يا امي، احنا هون بالبيت كل يوم مرجفنا لك، بتسمعي صوته لاخر الحاره وهو عم يتخانق ويتقاتل مع العالم. لا لا ماني مصدقه، انا ماني مصدقه. لا تصدقي اما صدقي. ليش ما عم تصدقي؟ يعني ليش ما عم تصدق امك؟ ليش ما عم تصدقي؟ لك هذا ابو رعد صار مشخط ومنطف كل الحارات اللي حوالينا، شو عم تحكي؟ لا لا مو معقول. سألي أخوة. سعيد. سألي أخي جندل. أخي جندل بيكزي؟ لا أخوكي جندل ما بيكزي. سألي جيبوه. سألوه لشوف قدامي. هلا بنبعت وراه. شو يعني هلا بنبعت وراه لجندل؟ بعتوا وراه على هيثم. قولي على قامتي ما يسمع هالسمعة. قولي عليكم. اخي هي لابن عمي كل تقبرني كل مطرح ما يصير يمري. ليش سمعت يا ستين تقبر قلبي. تفضل ابن عمي. هاي من ايدي. لك عاد ربحتم ان شاء الله صحه وهنا. اخر وحده. شو اخر وحده؟ انا بدي طعمي كمان. تحت ما كرمالي الله يوفقك. جندل. ايه فوت 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 على كلك حزتها. تعال اخي عمي. معلش حطي حيل. قول جندل قول. صار الدي بيقرب منا شوي شوي ويفتل حوالينا يمين وشمال. مو هيك جندل؟ مين انو ديب؟ ما طلعت فيه هيك كشرت بخلقته وزورته للديب. صار يقرب مني شوي شوي. مزبوط جندل؟ رحت ماسكه من رقبته ومنخت له يا عصر اضربه على راسه وعلى ظهره وعلى بطنه. تذكر كيف كان يصرخ جندال؟ يصرخ يصرخ يصرخ. بعدين تركته انا. يا لطيف يا لطيف على هالحكي. ديب بحاله؟ ابدا ديب. بعدين كان حاسس على جندل انه خايف. انا خايف؟ ايه ديابه بتحس لك. مظبوط جندال. كمل كمل. بعدين كيف خلصتوا منه؟ خلصت منه بعد ما طراته هذيك القتله.
هرق؟ ايه؟ شو لك؟ انا يا جماعة الخير طلبوني فزعة على ضيعة اسمها حوش الفارة. رحت على حوش الفارة، سلام عليكم وعليكم السلام خير. قال والله في عنا حنش بالضيعة، مرعبنا على الآخر، ما عم نشوف كوابيس منه. قلوا تعالوا دلوني وينه هذا الحنان. رحت وعن شو حنان هيك هالتخن. هذا أصلا مو حنان. لك حنش أنا اللي بعرفه. حنش حنش بحاله؟ حنش. رحت طلعت فيه وصرت هيك اتعرش فيه، موقف هيك بخليتي هيك، فتحت امه هيك وسكرت امه هيك وصار يبخم. قمت انا يعني ما قبضته، صار يبخ السم، حط مكفوف ايدي وامسح وجهي ويبخ وانا اغسل وجهي بالسم. عم فكها الحنا صار بده يزيد الطين بلي، قمت مسكته من راسه. عرفت شلون؟ عم جند الهرب يا باطل يا باطل. لما جند الهرب انا هاد شو صار بده يحاول يدف، ما قدر. بس وين؟ صار راسه بايدي ودربه بالشام. الله اكبر. عم جند هنيك وسايق وناديت لجند. لك يا جند يا جند جندل. وصرنا نلعب فيه. تذكر العصار. ليك يا اختي انا داخل منه لسه داير بالحاره وعم يحكي شي صار وشي ما صار. لك جبال ليش كل قد مقهور منه انت؟ شو صاير لك؟ لتكون غيران لك جندل. انا بدي غار من هاد. لا تكون صدقت انه براحت بيوم وليله صار عم ضرب الجندات. ايه صدقت صدقت ونص. اذا كل اهل الحاره مصدقين وبيقولوا عنه احسن رجال بهي الحاره، ان شاء الله بيطلع على قبري. لك صفيه شو صار معك؟ يلا ايه تقبريني. استوت اللحمه ونقعت الرز وقطعت الباذنجان والبطاطا وكله جاهز. ايه الله يرضى عليكي. حاكم اذا اجى يطلع على قبري الهي ولقى الاكل مجهز والله بيفضحنا. تعي تعي لنك. هي يبعث لي حمى على هالنسوي، يبعث لي حمى ان شاء الله، ان شاء الله بتقبرني. حميل حالك ونطلع عند اللبان، جيب نصة اللبان بسرعة بسرعة. أنا بدي أروح أجيب لبان؟ ليه ما قلت له لجوزك؟ ليش ما قلت له يعني ها؟ قولي على أنتِ على السما، بدك يعني قول له. لا لا ما بسترجي تطلع على قبري، ما بسترجي، طلقني، روح يلا يلا. أختي أنا صار أبو راحت كل شيء وأنا وأنا ولا شيء. يلا لك مثل ما عملكم، لا تشوفوا هيك قد البغل، بس هو فافوش معبى بالباسه، يعني كف ما بيلقى. بس هو سلب عليكم على هالحارة. شو؟ والله مبين عليه. أنا بسمع أنا برعد إنه زلمة مقلب نوم. إذا غبي إذا غبي على أصوله. ما شو أنت؟ عم قل لك فافوش ما بيلقى كف شبك. إيه وإذا أكل نقت ليه؟ حمدي وأنا رح أجيب لكم إياها لحمدي. شو رأيك؟ أركع عظمك. قوموا هلا قوموا يلا قبل ما يجي. يلا قوموا يلا. والله ما تاكل ليه يا ابو رعد؟ حشكونا بك. تحت امك تقبرني ان شاء الله صحه وهنا. هي ابن عمي صح. يي على عمتي. بسم الله بسم الله. هي فزنا قومي قومي اختنا جيبي مي. تقبرني سلامتك. افتحي الباب بس. انا ابن عمي تفضل. يلا يلا. يا راسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عود كلك لقمة جندل عود. قبل الأكل في شيء مهم. شو هو؟ الموضوع بخصك يا أخي. بخصني أنا؟ ها؟ بخصك أنت. خير شو في؟ في اثنين جعران برا عم يسألوا عنك. شو بدون؟ لا ما في شيء، بس قالوا بدون يكسروا راسك تكسير، بدون ينتفوا شواربك شعرة شعرة. كلك زيتوني. إني على حكي ولا؟
قتلي قتلي شو اختي وشي وشي معطني حمي الله يكسر ايديهم يا رب كأنه كانوا كتار انكتروا عليه مو كتار 75 واحد لا اختي لا هنين واحد قتله والتاني بلاش يتفرج عليه الايتام هو عم ياكل قتله واللي اخذوني غدر كم واحد 75 هيتام لك شو هيتام بعينك ولك ابو رعد ابو رعد ابو رعد لك شلون بياخذوك غدر وين اسلحتك انت صدرون صدرون الكركون صدرون ليه للكركون جري ايه لو ما كركون كان راح فيها قصدي يعني هو اعطاه الناس على الكركون تعال تعال هيثم تعال هيثم بعينك ابو رعد ولا مشان ما تبرد مشان ما تبرد ابو رعد تعال تعال عود بيس البيت لمسوه يا اخي وين طايته احلى هيثم والله تعال هدي روح 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 ها يا رجال يا بنا اي والله